هل تثق في عقلك؟ Do you trust your mind? Do you trust your mind? ليه بقى؟ لأن أنت بتؤمن أو بتعتقد كملحد إن العقل تطور من خلال عملية عمياء مادية. طب إذا كان العقل بتاعي تطور من خلال عملية عمياء مادية، إزاي أثق فيه؟ إزاي أثق إنه بيدلني على الحق والحقيقة؟ دي مجرد يعني تطور عمياني. إزاي يقدر يقول لي إن ده صح وده غلط ودي الحقيقة ودي مش الحقيقة؟ حتى تشارلز داروين himself، تشارلز داروين اللي هو كتب كتاب The Origin of Species بتاع الـ Evolution، قال إيه في كتابه Letter to William Graham Darwin's Doubt؟ قال: شك شنيع يطرح نفسه دائماً أمامي عن معتقدات عقل الإنسان الذي تم تطويره من الحيوانات الأقل منه شأناً. هل لديها أي قيمة أو جديرة بالثقة؟ من يثق في معتقدات عقل قرد؟ وإن كان هناك أي معتقدات في مثل هذا العقل؟ حتى داروين نفسه قال: أنا أشك إن أنا أؤمن أو أثق في إن عقلي بيشير إلى الحق. عالم نفساني آخر جي بي أس هالدين، he's a psychologist geneticist. أنا على فكرة بجيب مقتبسات من علماء في هذا المجال. ما احبش أقول أنا أعتقد وأنا شايف وأنا حاسس، لا، علشان يكون الموضوع موضوع researched، يعني بدراسة أكاديمية منطقية، علشان لما يكون في نقاش أو حوار نتكلم بالمنطق بالدراسة بالبحث ونشوف الخبراء في هذا المجال إن كان ملحدين أو غير ملحدين قالوا إيه. يعني واحد زي جي بي أس هالدين ده قعد 40 سنة بيدرس في موضوع هل تثق في عقلك، فمتهيأ لي يعني أتليست ممكن ناخد كلامه كأنه ذات قيمة، والرفرنس موجود تحت هنا. إن كان تفكيري، شوفوا بيقول إيه، إن كان تفكيري يأتي من حركة الجزيئات في عقلي، يبقى ليس لدي أي سبب لفرض أو أفترض إن معتقداتي صحيحة، وبالتالي ليس لدي أي سبب إني أفترض إن عقلي يتكون من جزيئات. فاهمين قصدي؟ هو بيقول إن تفكيري أو عقله يتكون من جزيئات، يبقى ليس لديه أي سبب لأنه يفترض إن إيه هذه المعتقدات صحيحة أو including متضمنة إن حتى إن عقلي يتكون من جزيئات. أوكي، نشوف واحد تاني، سي أس لويس The Case for Christianity page 32 بيقول إيه: لنفترض أنه لم يكن هناك خالق ذكي وراء الكون. نفترض في هذه الحالة لم يصمم أحد عقلي بغرض التفكير. إذا كان الأمر كذلك، كيف يمكنني أن أثق بأن تفكيري يكون صحيحاً؟ وإذا كنت لا أستطيع أن أثق في تفكيري، فعندئذ لا يمكنني أن أثق في الحجج المؤدية إلى الإلحاد، وبالتالي ليس لدي أي سبب لكوني ملحداً. ما لم أؤمن بالله، لا أستطيع أن أؤمن بالفكر، لذلك لا يمكنني أبداً استخدام الفكر لرفض الله. يعني مفروض نقرأ المقولة دي مثلاً 5-6 مرات عشان نستوعبها، بس لو شفنا معناها فعلاً، إن أنت لو فعلاً ملحد ما تقدرش تقول فكري وعقلي هما اللي وصلوني للإلحاد، لأنك أنت في الآخر لا تثق في عقلك. آخر مقولة معلش، واحد اسمه فرانك تورك، هو صديق ليا، he's a Christian apologist and author، بيقول: لا يستطيع الملحد الإجابة عن مصدر قوانين المنطق، ذلك لأن قوانين المنطق حقائق غير مادية اللي هي the laws of logic، لا يمكن أن توجد إذا كان عالم الإلحاد المادي البحت صحيحاً، بس بيستخدمها الملحدون بس لا يمكنهم تفسيرها.
بما ان قوانين المنطق هي فوق الزمان وفوق المكان وفوق المادة وغير قابلة للتغيير، فانها تبدو وكأنها ترتكز على عقل فوق الزمان فوق المكان وفوق المادة وغير قابل للتغيير. احنا بنتكلم على the laws of logic اللي هي قوانين المنطق اللي احنا بنستعملها في كل يوم when we communicate، لما بنتكلم ونتحاور مع بعض بنستعمل قوانين المنطق. قوانين المنطق 7 بنستعملها احنا في كل احاديثنا. طيب انا كمؤمن بوجود الله هل اثق في عقلي؟ اسال حضراتكم يعني ارفع ايدك وقول لي. انا دلوقتي بقول ان الملحد منطقيا لا يقدر انه يثق في عقله. ليه انا كمؤمن اقول انا اثق في ان عقلي يعني بيشير الى الحق او يعني جايد مي للحق؟ ليه؟ حد يقول لي. يس مش ملحدين يعني هو فوق المادة فهو ينطبق عليه قوانين المنطق. حلو قوي إجابة جميلة، بس محتاج حاجة تاني. يعني أنا رأيي إنه عشان ربنا خالق يعني وإحنا مخلوقين على شبهه. لأن أصلنا إحنا إيه؟ الفرق بين 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 الملحد والمؤمن بوجود الله إن الملحد أصله إيه؟ أصله 3 حاجات. Time, matter, chance. الزمان، المادة، الصدفة. ده أصل الإنسان الملحد. وتطور بطريقة عمياء. أصلي أنا إيه؟ مخلوق على صورة الله ومثاله. والله اللي خلقني وأوجدني عاقل، وأوجد فيا حاجة اسمها rationality اللي هو العقل أو الفكر. عشان كده كلمة لوجوس مهمة جدا، لأن في البدء كان اللوجوس، واللوجوس دوا ربنا ادهلنا عشان نفكر بيه. مش اللوجوس اللي هو كلمة الله المتجسد، اللوجوس اللي هو العقل اللي قصدي أقوله.